طبعا لما نشوف اخره الاستيراد واحنا مفيش حاجه بتقف معانا ان شاء الله باذن الله. يعني جروهي، بنجيب جروهي وبنشتغل جروهي. الله ينور رجاله، بالراحه على البضاعه. بالراحه على البضاعه. احنا لو بنهرب محرمات مش هتبقى بالطريقه دي. طبعا السنه دي بتيجي، احنا طبعا جايبينها عن طريق شحن دولي من الامارات العربيه المتحده، او ممكن تجيبها من السعوديه يعني عادي. دي طبعا جايه شحن دولي واشتريناها اونلاين دولي برضو. تدفع جماركها وبتظبطها والدنيا بتبقى معاك لذيذه وبتشتغل. على مهلك على مهلك، اوعى تتعور. طبعا الوسطى ميشو بيفرغ الشحنه. على مهلك يا عم عمرو. لا احنا لو بنهرب اثار مش هيبقى بالطريقه دي. على مهلك على مهلك. طبعا الجماعه بتوع الشحن لازم طبعا بيظبطوا الدنيا كلها زي ما ستكم شايفين كده، يعني ايه، لا الله اكبر يعني عليهم. طبعا اللي ينقص من السوق احنا بنجيبه من بره باذن الله يعني. طبعا كده ده كده لسه في لفه كمان. دول كده اربعه ولا خمسه، دول كده عامل كده خمسه. لو عندك كده خمسه واحد ستة. ولسه بنطلع برضو تاني اهوت. افتح يلا يا ميشو. طبعا الصندوق عمل تقريبا لحد ما دخل القاهره، لحد ما انا بفتحه كده عمل تقريبا داخل 7000 جنيه تقريبا او 6000 ونص تقريبا، والله اعلى واعلم. طبعا ميشو بيشق كانه شغال في فيلم ابن حميدو. طبعا كده احنا فرغنا شحنة السنة دي وبرضه شحنة الجروهي برضه خلطات الدف. طبعا الحاجات دي كلها جاية مستوردة عشان مش متاح في السوق المصري. ومن هنا بنطالب شركة جروهي انه يوفر المنتج داخل مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.